أرأيت حال المؤمن مع العطاء ومع الأخذ؟ فإنه يستوي في الحمد، عنده أمل. أتدري هؤلاء أصحاب البلايا والأمراض الطويلة والذين يقلبون على فرشهم؟ عندهم أمل. أنت يا صحيح، أنت يا معافى، أنت يا من لم يسلب منك عافية، لماذا لا تأمل؟ لماذا لا تتفائل؟ والذي ابتلاك هو الله، والذي يرفع الضر هو الله، والذي أبقى البلاء هو الله. فكن مع الله، يكن الله معك، احفظه ليحفظك. ولذلك نقول والله إن زيارة المرضى تفتح أبواب الأمل على مصارعها. ستجد مرضى يحمدون أكثر من حمدنا، ويشكرون أكثر من شكرنا، وفي قلوبهم سكينة أكثر من سكينة قلوبنا. إنه الأمل، والذي أوقد الأمل هو خالق الأمل جل وعلا. فكن مع الله يكن معك، واحفظ الله يحفظك. شبكة المجد، القنوات الآمنة للأسرة.